السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي، لنتناول الوحدة الثالثة بعنوان هذه بلدنا، والدرس الأول الحاج رمضان. الحاج رمضان رجل طيب، يحب أهله وجيرانه ويحب وطنه مصر. كان الحاج رمضان يعيش وحده بعد أن ماتت زوجته، ولم يكن له أولاد، وكان يمتلك قطعة أرض بجوار منزله. بنى على جزء منها مسجدا لله، لأنه علم أن من بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. كان الحاج رمضان يحب أطفال قريته ويعتبرهم جميعا أولادا له، وكانوا يحبونه ويجلسون إليه ليعلمهم القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاج رمضان كان يحب الخير لكل الناس، وكان يحبب بعضهم إلى بعض، ويحبب إليهم وطنهم مصر. كان يزور بيوت الفقراء ليلا، خاصة في المناسبات والمواسم والأعياد، حيث يطرق بابهم ثم يترك مبلغا من المال بجوار الباب، وينصرف مسرعا حتى لا يروه فيخجلوا منه. وكان يقرب إليه الأطفال اليتامى فيعطف عليهم ويقدم لهم الهدايا في المناسبات. سمع الحاج رمضان عن مشروع بناء المدارس، فتبرع بما تبقى من قطعة الأرض التي بنى عليها المسجد لبناء مدرسة عليها وبناء مستشفى بجوارها. شكرته الدولة وزاد حب الناس وتقديرهم للحاج رمضان. كان المدرسون والأطباء الذين يعملون بالمدرسة والمستشفى يزورونه ويجلسون معه، فيوصيهم بتقوى الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الناس وتقديم الخير وعمل المعروف لهم دون تفرقة على أساس الجنس أو الدين أو اللون. فالمصريون جميعا إخوة في حب الله والوطن، وكان يردد دائما قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. هيا نتناول بعض من أسئلة الدرس. السؤال الأول: لماذا بنى الحاج رمضان المسجد؟ الإجابة: تقربا لله، فقد علم أن من بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. السؤال الثاني: لماذا كان الحاج رمضان ينصرف بسرعة بعد وضع كيس المال أمام بيوت الفقراء؟ الإجابة: حتى لا يروا فيخجلوا منه. سؤال المتفوقين: اذكر أوجه الإنفاق في سبيل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.